بسم الله والصلاة والسلام على أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أحبائي طلاب الصف الثاني المتوسط حفظهم الله، النموذج الآخر والثاني وفي دولة في قارة أفريقيا هو دولة نيجيريا، وكان أول عهد لدخول الإسلام إلى قارة أفريقيا هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للحبشة، من مكة للحبشة، وهذا كان أول عهد لأفريقيا بدخول الإسلام. ثم دخل إليه الإسلام وأول وحدة إليه الهجرة والدعوة، أيضا الفتوحات ثم التجارة في دخول الإسلام إلى أفريقيا. نأتي إلى نموذج موقع أفريقيا، موقع نيجيريا. يقع قطع نيجيريا وسط أفريقيا على المحيط الأطلسي، هو خليج غينيا، خليج غينيا، ده موقع نيجيريا. موقع نيجيريا الفاري ينصفها، ينصف نيجيريا دائرة عرض 10، دائرة عرض 10، لو رسمنا كرة أرضية هكذا وده خط الاستواء، هذه مدار السرطان وده مدار الجذب، هنا دائرة 10 ينصفها لموقع نيجيريا، ينصفها ايه؟ ينصف نيجيريا دائرة 10، دائرة 10 شمال خط الاستواء. الحدود، الحدود مكتوبة في الكتاب عندك الخريطة بس، موجودة في الكتاب فراغات، ليتك تنقل ما كتبته الآن على السبورة، ليتك تنقل ما كتبته الآن على السبورة في فراغات عندك في الكتاب. بالتفصيل نشوف كده الخريطة، لو نظرنا إلى حدود نيجيريا يحدها من الشمال النيجر، يحدها من الشمال النيجر، يحدها من الشمال شمال النيجر، ومنين الشمال النيجر، الشمال النيجر. طيب في يحدها من الجنوب الكاليون وخليج غينيا والمحيط الأطلسي، يحدها من الشرق الكانيون، يحدها من الشرق الكانيون، يحدها من الغرب النيجر وبنين، هذه النيجر من الغرب، هذه النيجر وبنين، دي حدود نيجيريا. تاني مكان في حدود نيجيريا عشان ايه؟ تكون واضحه بالنسبه لك تكتبها في الكتاب في الفراغات الموجوده عندك. يحدها من الشمال النيجر، يحدها من الجنوب الكانيون وخليج غينيا، يحدها من الشرق الكانيون، يحدها من الغرب النيجر وبيني، دي حدود نيجيريا. أما السطح في مجموعة من الهضاب تنحدر كلما اتجهنا جنوبا، يعني من أعلى إلى أسفل، يجري بها نهر النيجر الذي يصب في خليج غينيا. ده بالنسبة لسطح نيجيريا، مجموعة الهضاب، مجموعة من الهضاب تنحدر كلما اتجهنا جنوب، يجري بها نهر النيجر الذي يصب في خليج غينيا. نأتي إلى المناخ، الموقع الفلكي لنيجيريا جعل لها مناخان، مناخ استوائي جنوب دائرة عرض 10، مناخ استوائي ومناخ مدائي، مناخ استوائي يعني حار ممطر طول العام، ومناخ مدائي شمال دائرة 10 اللي هو مناخ مدائي حار وممطر في فصل الصيف، حار وممطر في فصل الصيف. أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي طبعا الزراعة وزراعة المحاصيل الزراعية مثل الذرة مثل الفول السوداني، أيضا محاصيل اقتصادية زي دخيل الزيت، ايضا هي دوله نفطيه وبها غاز طبيعي ومن دول مصدر كبيره مصدره للنفط، هذا بالنسبه ايضا تصدر القصدير، اذا كان قصدير بالنسبه لاندونيسيا سابقا ايضا تصدر القصدير نيجيريا، اذا بها ثروات معدنيه
هذا بالنسبة لنيجيريا. تاني بالنسبة للحدود مش مركز عليها عشان مش موجودة في مش مكتوبة كتابتها في الكتاب. من الشرق الكاميرون، من الغرب النيجر وبنين، من الشمال النيجر، من الجنوب خليج غينيا ومحيط الأطلسي والكاميرون. فهذا بالنسبة لنيجيريا. أهم المدن في أبوجا اللي هي العاصمة، ودي العاصمة الجديدة. قبل كاتلان صهيمنا على خليج غينيا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.